بسم الآب والابن روح القدس اللي واحد امين حلقه جديده من حلقات ثابت فيك وهنستكمل النهارده كلامنا واسئلتنا عن التجسد. احنا كنا سالنا المره اللي فاتت في الحلقه السابقه هل كان لازم ربنا يتجسد في صوره انسان وكنا بدانا نجاوب على هذا السؤال النهارده بقى ناخد الاجابه بشيء من التنظيم وفي النقاط محدده. الاجابه ايوه كان لازم ربنا يتجسد في صوره انسان. واحد كان لازم ربنا يتجسد في صورة إنسان لأن الإنسان هو اللي أخطأ هو اللي يحتاج للخلاص مش خليقة تانية السيد المسيح لما اتجسد في الحقيقة اتخذ صورة الإنسان الكامل يعني كان عنده روح إنسانية وجسد إنساني وده اللي القانون الإيمان النقاوي بيقول إيه بقى تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنتي وتألم هنا الإيمان أو القانون الإيمان النقاوي قال الجملة دي بشيء من التحديد عشان ما حدش يشكك في انسانيه المسيح او ان يقول مثلا انه المسيح خد جسد يعني كده خيالي او كان المسيح ليه جسد بس بدون روح انسانيه لا كان انسان كامل يعني عنده نفس بشريه روح انسانيه جسد انساني نقطه رقم اتنين في الحقيقه لا توجد خليقه اعظم من الانسان ممكن الله يعني يفديها او يتعامل معاها الانسان هو المخلوق الوحيد اللي اتخلق على صوره الله ومثاله عشان كده لما ربنا كان يجي يخلق الخليقه الماديه على مدار ايام الخليقه في سفر التكوين كان يقول كده في نهايه اليوم ان ده كان حسن لكن لما جينا نخلق او الله يخلق الانسان نفسه قال كده حسن جدا القديس كيرلس الاورشليمي في الحقيقه بيقول ايه بقى بيقول ان الله خلق العالم كله في سته ايام لكن العالم قد خلق اصلا من اجل خدمه البشر السؤال اللي كان بيقول بقى في الحقيقه طب ليه ربنا مثلا ما اتجسدش في شو في صوره مخلوق عظيم زي الشمس؟ ده الشمس اصلا بكل الاشعه الباهره بتاعتها دي خلقت اصلا من اجل ان هي تخدم الانسان وتضيء ليه حياته على الارض. وكمان كل الكائنات اللي احنا بنشوفها مهما كانت عظمتها او حجمها او شانها هي مخلوقه ايضا لكي تخدم الانسان. وبرضو أبائنا يقولوا في حاجة مهمة قوي في ملاحظاتهم في سفر التكوين يقول إن مثلا حاجة زي الشمس اللي بنقول عليها إن هي مخلوق عظيم دي ربنا خلقها بمجرد كلمة من فمه لكن الإنسان هو صنعة يدين الله عشان كده يقول كده الوحي إيه لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا وبيقولوا كمان إيه بقى إذا كان الصورة الخشبية أو التمثال للملك الناس بتكرمها وبتحترمها تخيل بقى الصوره اللي هي مخلوقه على صوره الله مثاله اللي هو الانسان الناطق ده قد ايه مكرم عند ربنا النقطه الثالثه ربنا ما عشان يتباهى او يتظاهر امام الانسان لكن هو جه عشان يصنع خلاص للانسان الشقي للانسان الساقط للانسان اللي كان متالم بالخطيه ومغروس فيه في الحقيقه سهام الموت البشر للاسف هم اللي رفضوا ان هم يتصالحوا مع ربنا البشر هم اللي اخترعوا لنفسهم اوثان وعبادات غريبه جدا وتصوروا لنفسهم ان دي او ان ده هو الله او هو ده القوه العليا اللي بتحكم الكون لكن الانسان بالرغم من كل محاولاته رفض ان يوصل لربنا هنا كان الحل الوحيد ان ربنا يتخذ لنفسه اداه اللي هو الجسد ويتجسد ويحل في عالم الانسان بعض الناس برضو في الحقيقه بتجد صوره التجسد او فكره التجسد دي صوره غريبة شوية عليهم وهم يقولوا يعني احنا مجرد عبيد ما نستحقش كل هذه التضحية والمحبة من السيد الرب. الحقيقة إن الناس دي بيتخيلوا إن ربنا هو زي السيد القاسي أو يعني المستغل اللي بيستغل شعبه في أنانية من أجل أن يحقق مصالح شخصية ليه. لكن هنا ربنا محب البشر الصالح في كل شيء، محب كل الإنسان في الحقيقة، ما كانش ممكن أبدا يتخلى عن الإنسان ويمنع عنه كل هذا الحب الله حبنا جدا حبنا منذ الازل عشان كده يقول لك ايه بقى الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته بايدينا الله تنازل وخلنا نقدر نتعامل معاه من كتر حبه لينا واحنا في الحقيقه بنتكلم عن التجسد لازم ناخد حاجه مهمة قوي وهو لقب ابن الانسان في الحقيقه لقب ابن الانسان ده كان لقب محبب جدا للسيد المسيح واتذكر تقريبا 83 مره في العهد الجديد كلهم السيد المسيح قالهم على نفسه باستثناء مره واحده بس لما اليهود سالوه ومن هذا هو ابن الانسان. اللقب ده لا يدل ان المسيح ليس مجرد انسان فقط كما يزعم البعض او مجرد شخصيه عظيمه او نبي لكن السيد المسيح هنا بهذا اللقب بيوضح نقطتين مهمين قوي. اول حاجه ان اللقب ده معناه المسيح هو الآتي والمنتظر هو ده اللي كان بينتظر العالم وخاصة اليهود لقم ابن الإنسان كمان بيدل على أن هو الإله المتجسد الكامل في لاهوته والكامل في نسوته أو في إنسانيته طيب هنا في الحقيقة الكثير من الآيات في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن أن الله هيتجسد نقول مثلا بعض منها الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده حسب يوحنا واحد 14 ويقول برضه في فيليب 2 الأعداد من 6 ل 8، الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه، أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الحقيقة كانسان وصنع نفسه وأطاع حتى الموت. لقب ابن الإنسان في الحقيقة السيد المسيح استخدمه في أكثر من مناسبة علشان يدل بيهم على لاهوته. بفضلكم فضلكم ركزوا في الأجزاء القادمة من الحلقة دي مهمة جدا في إثبات أن لقب ابن الإنسان يعني أن هو الله الظاهر في الجسد في البداية اليهود كانوا فاهمين كويس قوي أن لقب ابن الإنسان معناها لقب من ألقاب الله البداية تبدأ من دانيال 7 حسب الأعداد 13 و14 يقول باقي كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض بس حضراتكم دانيال قال إن ابن الإنسان سلطان سلطان أبدي وملكوته لن ينتهي قال كمان عنه أن له تتعبد كل الشعوب والأمم طيب هل ممكن الشعوب والأمم تتعبد لحد غير ربنا؟ هل ممكن الكتاب المقدس أو اليهود يفهموا أنه في معنى تاني لابن الإنسان غير أن ده الله؟ أكيد لا طيب تعالوا بقى نشوف الآيات دي أو بعض من الآيات اللي جاية دي نثبت بيها أن المسيح قال لليهود أنا هو الله بصورة صريحة تعالوا ناخد بعض الأمثلة اول حاجه المسيح قال كده ان ابن الانسان ليه سلطان ان يغفر الخطايا في قصه شفاء المسيح للمفلوج قال لهم ايه بقى وليك اللي لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا حينئذ قال المفلوج قم احمل فراشك واذهب الى بيتك يعني هم خلاص كده الخلفيه المشتركه بين المسيح واليهود ان ابن الانسان اللي في دانيال هو الله طيب انا بقى عايز اقول لكم مش ابن الانسان يقدر يغفر الخطايا طب انا بقى بقول له اهو قوم احمل فراشك وامشي واذهب الى بيتك مغفوره لك خطاياك يعني انا ابن الانسان اللي قال عنه دانيال حسب ما اوضحنا كمان يقول لهم ان ابن الانسان ده موجود في السماء والارض هل ممكن الانسان المحدود يكون موجود في مكانين في وقت واحد اكيد لا فحديث حديث السيد المسيح مع نيقوديموس يقول ايه بقى ليس احد صعد الى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء إيه ده يا رب هو أنت كده فوق ولا تحت أنا في كل مكان عشان كده يقول إن ده من ضمن الأمثلة اللي تؤكد أن المسيح هو رب الكون هو موجود فوق وتحت في كل مكان نقطة تانية كمان في الحقيقة سيد المسيح يقول إن ابن الإنسان هو رب السبت الفريسيين هنا واقفين بيلوموا السيد المسيح إن تلاميذه قطعوا السنابل في يوم السبت قائلين لهم هو زي تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في الثبوت السيد المسيح قال لهم ايه بقى ابن الانسان هو رب السبت ايضا حسب متى 12 رب السبت عند اليهود هو ربنا بصوا حضراتكم بقى طالما ابن الانسان هو الله حسب فهم اليهود وحسب ما ربنا أعلنه ليهم في العهد القديم ورب السبت هو الله حسب خروج 16 29 انظروا ان الرب اعطاكم السبت يبقى هنا بما ان المسيح هو رب السبت وهم عارفين ان رب السبت هو الله يبقى المسيح هو الله لازم هنا السيد المسيح يتكلم مع اليهود بلغة اليهود نقطة او المثال رقم اربعة في الحقيقة قال كده ان الملائكة يصعدون وينزلون على ابن الانسان تعجب نثنائيل في الحقيقة قوي ازاي المسيح بيتكلموا على امور محدش يعرفها غيره هو بس فيقول كده بقى في حديث السيد المسيح مع نثنائيل أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أكيد لو المسيح مش هو الله وحد بيقول له أنت ربنا كان يقول له حاشا أنت إزاي تقول كده لكن يقول بقى إيه بقى أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا يعني بيقول له أنت كده أمنت أن ربنا عشان قلت لك أنا شفتك تحت التينة ده أنا بقى هقول لك على أعظم من كده كمان وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان الملائكة مش ممكن تخدم حد غير ربنا هنا بيتكلم على ملائكة الله هيخدموا هيخدموا ابن الإنسان يعني ملائكة الله هيخدموا مين؟ هيخدموا الله هيخدموا المسيح ابن الإنسان عشان كده نيكوديموس يقول له يا معلم أنت ابن الله تاني المسيح ما أنكرش المسيح ما قالوش حاشة المسيح ما قالوش أي لفظ ينكر بيه ان هو الله بالعكس للمسيح المسيح كمل معاه كلام ايه لو سمحت الاعداد دي في يوحنا واحد الاعداد من 48 ل 51 نقطه رقم خمسه في الحقيقه ممكن نختم بيها حلقه النهارده قال كده في الحقيقه ان ابن الانسان يجلس عن يمين القوه وياتي على سحاب السماء لما اتحاكم السيد المسيح امام رئيس الكهنه فرئيس الكهنه بيقول له ايه؟ استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله أجابه أنت قلت وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء حسب متى 26 الأعداد 63 و 65 مسيحنا ما قالوش حاشة مسيح ما قالوش لا مش أنا قال له إيه أديك قلت أديك فهمت أديك عرفت رئيس الكهنة في الحقيقة فهم كويس قوي المسيح بيقول ايه عشان كده مزق ثيابه وقال ايه قد جدف لو ما كانش رئيس الكهنه فهم ان المسيح بيقول ان هو انا هو الله ما كانش ما كانش مزق ثيابه يا جماعه رئيس الكهنه يمزق ثيابه ده ده شيء صعب جدا 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 ارجع اقرا كيف يفكر رئيس الكهنه في امر ويخليه يمزق ثيابه ده معنى كده ان بيقول يعني انا مستعد افقد كهنوتي لكن اللي انت بتقوله ده امر تجديف لا يقبل اليهود فهموا كويس قوي ورؤساء كهنتهم ان المسيح يقصد ان هو ابن الانسان اللي اتكلم عنه دانيال سبعة الاعداد 13 و 14 عشان كده لو انت قريت تاريخ المسيح من خارج الكتاب المقدس من خارج الكتب المسيحية لكن من كتب التاريخ العادية تقول لك ان كل الجمع حاضر كان بيقول ان تهمه المسيح انه حكم عليه بالصلب لانه جدف على الله بنظرهم وفكرهم القاصر. احبائي وفي ختام الحلقه دي في الحقيقه احنا بنوضح بعض الاسئله وبنحاول نوضح الاجابات عنها علشان تكون الاجابات دي قابله ان حضرتك تفهمها وتعلمها وتتعلمها. ولما تكون قادر على إجابة كل من يسألك عن سبب الرجاء الذي فيك تكون قادر تتكلم وترد الله يدينا ويديكم كل ثبات وكل كلمة بالقرازة بالكلمة ودربنا المجد دايمًا بدين الأبد آمين